يعطيكم العافية. اليوم رح نحل أسئلة الفصل صفحة 230. السؤال الأول، اذكر ثلاثة من خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. إحنا عنا مجموعة خدمات، اختاروا منهم أنتوا الثلاث اللي بدكم إياهم: التعليقات والإعجاب وإعادة النشر، التواصل والاتصال، النشر الإلكتروني، الألعاب الإلكترونية، البحث عن عمل، التسويق لإعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، التطبيقات المجانية، متابعة آخر الأخبار، خدمة الحجم البلوك والبلاغ ريبورت، الدعايات اللي هي التسويق الإلكتروني. اختاروا ثلاث من هاي الخدمات واكتبوها جواب لهذا السؤال. السؤال الثاني، اذكر مميزات النشر الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نشر الأفكار المفيدة ومشاركتها مع الآخرين تعد مساحة جيدة للتعبير عن الذات ونشر الإبداعات الشخصية، نشر المواد المسلية كالألغاز والأحاجي، استخدام النشر بشكل منظم لإطلاع الآخرين على آخر المستجدات في أمر ما على المستوى الشخصي أو العام. ننتقل للسؤال الثالث، علل كل مما يلي: ألف، لماذا يجب السماح بلعب الألعاب الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي هن مميزات الألعاب الإلكترونية؟ إثارة التفكير كألعاب الذكاء والأحاجي، التنافس الشريف بين اللاعبين ورفع الروح الرياضية، بعض الألعاب تزيد من سرعة رد الفعل وقوة الانتباه ودقة التركيز. ب، وجود خدمة الإبلاغ في شبكات التواصل الاجتماعي. ألف اللي هي جوابهم منع المزعجين والمتطفلين من الحسابات الأخرى، حماية الآخرين من خطر موضوع غير مناسب بمنع انتشاره، حذف الحسابات الضارة ومنتحلي الشخصية من الشبكة. السؤال الرابع، ما الإجراء الذي يجب اتخاذه في كل من الحالات الآتية؟ ألف، في حالة سرقة حسابك على شبكة التواصل الاجتماعي، محاولة إرجاع الحساب من خلال وسائل الحماية التي تم إعدادها مسبقا كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني وأسئلة الحماية وغيرها. ما الإجراء المناسب بعد قبولك لاستضافة شخص ما وجدت أنه ينشر منشورات غير مناسبة؟ الجواب، أهم إشي حذفه من قائمة الأصدقاء إذا تأكدت من أن صداقتك له غير مناسبة، وقم بالتبليغ عنه إذا كان ينتحل شخصيا آخرين. إذا حذفه من قائمة الأصدقاء ومن ثم عمل ريبورت أو تبليغ عنه. جيم، التصرف المناسب أو الإجراء المناسب أثناء تصفحك للمنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي وجدت صورة لك نشرها أحد أصدقائك دون علمك. الإجراء المناسب، تنبيه الأصدقاء لعدم نشر أي صورة إلا بعد موافقتي الشخصية. السؤال الخامس، اذكر ثلاثة مقترحات لحماية نفسك وأصدقائك من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي. أولاً، الالتزام بقوانين شبكات التواصل الاجتماعي، انتقاء الأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي بعناية، عدم نشر المعلومات والصور الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. انتهت الأسئلة، يعطيكم العافية.